معنى التحريف؟ هذا السؤال لا بأس به أن أفتح الجواب بصورة لازمة أنه أشير إليه، بأن التحريف بمعنى تارة نقل الشيء من موضع إلى موضع آخر. نعم. والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن باتفاق المسلمين، ويدل عليه الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا بمعنى التغيير من مكان إلى مكان، هذا معنى واحد لكلمة التحريف. نعم. أما التحريف بمعنى الثاني، بمعنى النقص أو الزيادة بكلمة أو بكلمتين، أو التحريف بمعنى النقص أو الزيادة في الحركات، علما بأننا نشير إلى التحفظ على نفس القرآن. نعم. أنا أشير في بداية المطلب وفي نهاية المطلب إلى هذه الكلمة المهمة مع التحفظ على نفس القرآن المنزل. نعم. على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونرى بأن التحريف بهذا المعنى كما عن صاحب كتاب البيان قد تحقق في صدر الإسلام، وقد تحقق في عصر النبي، وقد تحقق في عصر الخلفاء. ومما يدل على إثبات التحريف بهذا المعنى بأن الخليفة عثمان قد أحرق جملة من المصاحف، وهذا ثابت عند المسلمين وبإجماع المسلمين. إذن التحريف بمعنى الزيادة، بمعنى النقيصة بكلمة أو بكلمتين، أركز مع التحفظ على نفس القرآن في القرآن الواقع. سمعتم ما تفضلتم به من حرق عثمان لهذه في مسألة توحيد المصاحف كانت. نعم. نعم. وتوحيد المصاحف ليست مسألة أنه تدوين القرآن، ولكن توحيد القراءات على قراءة واحدة بهذا الاعتبار. أي خالد. نعم. باعتبار أنه حصل فيه زيادة وحصل فيه نقيصة. نعم. هذا معنى التحريف. والتحريف بهذا المعنى أركز واقع في الإسلام ومصدر الإسلام. نعم. المعنى الثالث التحريف، التحريف بمعنى الزيادة والنقيصة في الآية وفي السورة مع التحفظ على أصل القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونرى بأن التحريف بهذا المعنى أيضا واقع بين المسلمين. والآخر التحريف بمعنى الزيادة، بس لا الزيادة والنقيصة، التحريف بمعنى الزيادة بأي معنى؟ بمعنى أن بعض المصحف الذي الآن بأيدينا ليس من الكلام المنزل من قبل الله سبحانه وتعالى، والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين. نعم. لماذا؟ لأن المسلمين والشيعة الإمامية الجعفرية تعتقد بأن القرآن الموجود الآن بأيدينا، سوف نتعرض إلى ذلك إن شاء الله، هذا القرآن نفس القرآن الذي نزل على نبينا رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. والمعنى الثالث والمعنى الرابع للتحريف أو الخامس للتحريف، التحريف بمعنى النقيصة. السابق قلنا التحريف بمعنى الزيادة. نعم. الآن نقول لا، التحريف بمعنى النقيصة. بأي معنى؟ بمعنى أن المصحف الذي الآن بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السماء، بمعنى أنه قد ضاع جزء من هذا القرآن. والتحريف بهذا المعنى الأخير قد وقع الخلاف فيه بين الشيعة والسنة.
هذا إجمال ما يشير إليه صاحب البيان حول معاني التحديد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.